بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله دروس الرياضيات للصف الثاني الاعدادي المنهج المصري الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في حل امتحانات الهندسة وده النموذج الرابع. بس عايز انبه على حاجة انا نبهت عليها كتير جدا جدا. انت في الامتحان بيجي لك مسألة لازم تكتب المعطيات ولازم تكتب المطلوب، ولو عملت عمل لازم تكتب العمل وبعد كده البرهان. انا هنا لان المعطيات احنا يعني قتلت بحثا وكتبناها مئات المرات وعرفنا ازاي بتكتب وسهلة. ما المعطيات بتنقل اللي موجود قبل اثبت ان وتحطه في المعطيات. المطلوب اللي هو عند اثبت ان او اوجد بكتبها في المطلوب. لو انت نزلت مثلا عمود او عملت حاجة عمل تكتب العمل نعمل كده، بعد كده بتكتب البرهان اللي احنا بنحله على طول. لان المعطيات والمطلوب والبرهان مفهوش اي حاجة، هو عملية نقل من السؤال فقط. انما مهم جدا 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 ان انت تكتبه في الامتحان. يعني يجي لك المسألة يبقى نحل السؤال مثلا الثالث الف، تكتب المعطيات. لو هترسم بترسم، لو هتنقل الرسم في ورقة الامتحان بتنقل الرسم. ثم بعد ذلك بكتب المعطيات كذا وكذا وكذا، المطلوب كذا وكذا وكذا، العمل لو في عمل بتبقى قليلة جدا لو انت بتعمل عمل. انما بعد كده بكتب البرهان وابدأ احل زي ما انا بحل. احنا بنختصر الوقت عشان المعطيات والمطلوب دي حاجة سهلة وتافهة جدا ومش هنقعد نضيع فيها وقت، فلذلك احنا بنكتب البرهان بشكل مباشر. بس عشان ما تقولش ان انا بحل البرهان فقط وفين المعطيات، لا، انت مطالب في حل اي مسألة في الهندسة ان انا اكتب فيها المعطيات وبعد كده بكتب تحتيه المطلوب وبعد كده بكتب البرهان وابدأ احل المسألة زي ما احنا اتعلمنا. واضح معايا كده؟ يعني مش عايز ايه اكرر هذا الموضوع اكثر من كده لانه ايه عشان ما نضيعش بس فيه وقت كتير. خلاص نبدأ في الاختبار او الامتحان الرابع. بيقول لي اكمل في مثلث ألف باء جيم، ألف جيم تربيع زائد جيم باء تربيع يساوي قائمة. دي بقى بس هنا قال لي ايه؟ هي ألف باء هو الوتر، اتطرح منه. طالما اتطرح منه هيقل، هيبقى الوتر أقل، يعني ألف باء هيبقى أقل، ألف باء هيبقى أقل، يبقى نوع زاوية الجيم هيكون ايه؟ حادة. طالما اتطرح منه ولو واحد هيبقى أقل. يعني مثلا لو انا قلت لك 9 يساوي 9، طيب لو طرحت من التسعة دي واحد هيبقى اقل من اللي موجود عند نفس الفكرة هنا. ده الكبير ويساوي الطرفين دول، لو طرحت منه واحد، لو طرحت حتى منه نص هيبقى اقل من ده، يبقى الزاوية حادة على طول. يبقى الزاوية حادة على طول. مسقط نقطة على مستقيم هو نقطة على مستقيم هو ايه؟ هو نقطة، هو نقطة. مسقط نقطة على مستقيم معلوم هو نقطة. شبه منحرف طول قاعدة المتوسطة 15 ومساحته كذا، فإن ارتفاعه، يبقى مساحة شبه المنحرف يساوي نص، لا مفيش نص بقى، فطالما استخدم القاعدة المتوسطة يبقى القاعدة المتوسطة في الارتفاع، القاعدة المتوسطة في الارتفاع. المساحة عطاني كام؟ المساحة 75 يساوي القاعدة المتوسطة عطاني كام؟ 15، يبقى 15 في الارتفاع. يبقى إذن الارتفاع يساوي 75 على 15، فيها الكام؟ فيها 25 على 15 فيها 5، معلش يبقى 5 ايه؟ يبقى 5 سنتي، يبقى الارتفاع 5 سم. يتشابه المضلعان اذا كانت الاضلاع المتناظره متناسبه والزوايا المتناظره متساويه في القياس، متساويه في القياس. معين طول قطريه كذا، يكون طول ضلع، عايز طول ضلع، يبقى نجيب ايه بقى؟ طول ضلعه، يبقى المساحه تساوي نص
وعايز طول ضلعه. طيب لو احنا رسمنا المعين كده، معلش المعين ادي القطرين، القطرين 12 و6، يبقى ده 6 وده 8، والقطران متعامدان. لا يبقى لها حل تاني غير ده، لان انت هتجيب طول الضلع، هتجيب المساحه هتعمل بيها ايه؟ ولا ليها لازمه. يبقى انا عندي المعين اهو، عشان بس نشرحها بصوره مفصله. المعين القطران هو المربع، القطران متعامدان، يعني الزاويه ديت 90 درجه، القطران ينصف كل منهما الاخر. يبقى ده هيبقى كام؟ 8 سنتي وده 6 سنتي. 6 سنتي عايز طول الضلع ده. طيب من نظرية فيثاغورس بقى، يبقى احنا مش هنحتاج لايه، يبقى هتقول له من فيثاغورس. خلاص هو دي اكمل مش محتاجة يعني. يبقى انت مثلا هتقول له ايه؟ الف باء جيم، يبقى الف باء تربيع، انا بفهمها لك بس، الف باء تربيع يساوي باء جيم تربيع زائد الف جيم تربيع، يعني هيساوي 64 زائد 36 يساوي ايه؟ 100. يبقى الف باء جذر 110، ايه 10 سم. يبقى طول الضلع هيبقى كام؟ 10 سم. يبقى طول الضلع 10 سم. الكلام ده ما ينفعش الا في المعين والمربع فقط. بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة. اختار، انا خلصنا كده السؤال ده. ايوه اختار الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. معين طوله قطريه 12 و9 تكون مساحته، مساحته يبقى نص في 12 في 9، نص حاصل ضرب القطرين، يبقى ده مع ده، ف6 9 ب 54، يبقى 54 سنتيمتر مربع. اذا كان مسقط قطعه مستقيمه على مستقيم هو نقطه، فان القطعه المستقيمه مالها؟ نقطه. يبقى عمودي، القطعه المستقيمه عموديه على هذا المستقيم. قطعة مستقيمة مسقطها نقطة، يبقى لازم القطعة المستقيمة دي عمودية على هذا المستقيم. المثلث ألف باء جيم حاد الزوايا، فيه ألف باء يساوي 6 سم وباء جيم يساوي 8 سم، فإن طول ألف جيم بالسنتي، طول ألف جيم بالسنتي، يبقى ألف جيم تربيع هيبقى أقل من ألف باء تربيع زائد باء جيم تربيع. يبقى ألف جيم تربيع أقل من ألف باء تربيع بكام؟ ب64 زائد 36. يبقى ألف جيم تربيع أقل من إيه؟ أقل من 100. يبقى ألف جيم أقل من 10 سم. يبقى لازم يكون أقل من 10 سم. ده ما ينفعش وده ما ينفعش، يبقى إيه؟ يبقى الست. الست مظبوط. طول ألف جيم اللي هو أطول الأضلاع، أيوة يبقى 6. ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش الاتنين، لأن الاتنين هيبقى صغير جدا، أصغر من دول معايا، لأنه أطول أضلاع المفروض يبقى إيه؟ 6. المثلث ألف باء جيم حد الزوايا، في ألف باء 6 سم وباء جيم 8 سم، حد الزوايا، أيوة مظبوط، يبقى حد الزوايا يبقى 6. تمام. هو ما ينفع، أنا بس اللخبطة في إيه؟ لأن الستة تنفع والاتنين تنفع، الستة تنفع والاتنين تنفع، بس الاتنين والستة دول، معلش الاتنين مع الستة دول، هو لازم، ما هقول لك حاجة ممكن ما تكونش مقررة عليكم، في أي مثلث عشان الأضلاع التلاتة تكون مثلث لازم كل ضلعين أجمعهم على بعض يكون أكبر من الضلع التالت. طول أي ضلعين لازم أطول من الضلع التالت، لازم أطول من الضلع التالت. فأنت لو خدت الاتنين هيبقى 2 زائد 6 مش أطول من الضلع التالت، يبقى ما ينفعش إن هو يكون مثلث أساسا، يبقى لازم يكون كام؟ لازم يكون 6، لازم يكون 6. مربع، السؤال اللي بعد كده، مربع طول قطره 6 سم، فإن مساحته طول القطر، يبقى مساحة المربع يساوي نص حاصل ضرب القطرين، والقطرين متساويين، يعني يساوي نص في 6 في 6 يساوي، ده على الاتنين في الواحد، على الاتنين في التلاتة، يبقى يساوي كام؟ 18 سم مربع. الإجابة جيم. إذا كانت نسبة التكبير بين مثلثين يساوي 1
سنتي واحد، فإن المثلثين مالهم؟ متطابقان. نسبة التكبير واحد، يبقى المثلثين متطابقان. متطابقان قد بعض بالظبط. لو أكبر من واحد يبقى تكبير، لو أصغر من واحد هيبقى تصغير. معايا؟ متطابقان. طيب السؤال الثالث بيقول لي شبه منحرف. شبه منحرف، طول قاعدته المتوسطة 30، والنسبة بين طولي قاعدتيه المتوازيتين 2 و3. أوجد طول كل منهما. عايز طول كل منهما. طول القاعدتين شبه منحرف، طول قاعدته المتوسطة. يبقى أنا عندي إيه؟ القاعدة المتوسطة يساوي إيه؟ يساوي نص مجموع القاعدتين. طيب هنفرض بقى إن القاعدتين نفرض أنهما، هيبقى كام؟ 2 س و3 س. يبقى القاعدة المتوسطة 30، يبقى 30 يساوي نص في 2 س زائد 3 س. تمام. يبقى 30 يساوي 5 س على 2. 5 س على 2 يعني السين بكام؟ السين هتساوي 2 في 30 على 5. يبقى 2 في 30 على 5. 2 في 30 على 5 دي فيها 6، يبقى 12. يبقى السين ب 12. يبقى القاعدة الصغرى يساوي 24، القاعدة الكبرى 3 في 12 ب 36 سنتي. وإذا كان ارتفاعه فوق مساحته، يبقى مساحة شبه المنحرف يساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع. خلاص ما حدش يقول لي بقى نص مش عارف، ما القاعدة المتوسطة عندك على طول. يبقى القاعدة المتوسطة عندك بكام؟ 30 في 24، يبقى 0. 3 في 4 ب 12، و3 في 2 ب 6 و1 7، يبقى 720 سنتيمتر مربع. واضحة كده معايا؟ تمام. بيقول لي بقى في الشكل المقابل أ د متوسط، أ د متوسط في مثلث أ ب ج، هاء منتصف أ د، هاء منتصف أ د. اثبت أن مساحة مثلث هاء ب ج، هاء ب ج اللي هو ده، يساوي نص مساحة مثلث أ ب ج. معايا؟ تمام. تمام. هو حلها بسيط، بس انا ايه بنفكر ان احنا نظبطها شوي. يبقى انا عندي ايه؟ انا عندي ممكن طالما ضلعين مثلثين متساويان في القاعدة ورأسهما واحد، دي القاعدة، يبقى مساحتهم واحدة، مساحتهما واحدة. طيب يبقى نقدر نقول ايه؟ بما ان هاء باء د يساوي د ج، يبقى اذا مساحة مثلث أ ب د يساوي مساحة مثلث أ د ج. يبقى مساحة المثلث اللي هو على الألف باء دال ده يساوي مساحة مثلث ألف دال جيم. ألف دال جيم مظبوط معايا؟ تمام جدا، تمام جدا جدا. ايه تاني؟ نفس الفكرة، نفس الفكرة. اذا مساحة مثلث باء هاء دال يساوي مساحة مثلث جيم هاء دال، جيم هاء دال اللي هو ده يساوي مساحة ده.
مظبوط جدا جدا، مظبوط جدا، تمام. يبقى مساحة المثلث الكبير، الكبير ده اللي هو ألف، أو ممكن نقول إيه ألف باء هاء، يبقى مساحة المثلثين دول متساويين. معلش نعيدها تاني، نعيدها تاني، هي هنجيلها برضو نفس بنفس الفكرة، يعني بنفس الفكرة، بس أنت بتختار الفكرة الأيسر اللي بتسهل لك. يبقى هتقول له بما أن د ه يساوي ه أ، د ه يساوي ه أ، معايا كده؟ إذا مساحة مثلث أ ب ه يساوي مساحة مثلث ب ه د، ب ه د، هذا المثلث يساوي مساحة هذا المثلث. نفس بالمثل، تقول له بالمثل مساحة مثلث أ ه ج يساوي مساحة مثلث ج ه د، ج ه د، ده بيساوي ده وده بيساوي ده وده بيساوي ده، مظبوط كده؟ خلاص. طيب لما دول متساويين، متساوي وكل واحد نص الكبير، يعني إذا مساحة مثلث ب ه د يساوي نص مساحة مثلث أ ب د الكبير، معايا؟ ومساحة مثلث ه د ج يساوي نص مساحة مثلث أ د ج. طب اجمع دي، خليها رقم واحد مثلا ودي رقم اتنين. لو انا جمعت واحد واتنين، جمعت واحد واتنين، مساحة مثلث ب ه د ب ه د زائد مساحة مثلث ه د ج هيديني ايه بالجمع؟ يبقى بالجمع يبقى مساحة مثلث ب ه ج يساوي نص، لو خدت عامل مشترك، نص مساحة المثلث أ د ه، أ د ه وأ د ج، يعني لو أنا جمعتهم على بعض يديني مساحة مثلث أ ب ج وهو المطلوب. عيدها تاني، لو انت ما استوعبتش الموضوع، ما استوعبتش الفكرة، عيد الايه، عيدها وهتلاقي انت مستوعبها بإذن الله، لأن الفكرة بسيطة جدا، هي عملية ايه؟ عملية جمع مساحات فقط. ولما بجمع مساحات بجمع اللي متساويين في القاعدة والرأس، يعني زي ده وده متساويين في القاعدة والرأس واحد، يبقى المثلثين متساويين في المساحة. ده وده انا بنفس الحكاية، ده وده بنفس الايه، بنفس الحكاية في الرأس، الكبير والكبير وهكذا. طيب السؤال الرابع، حدد نوع زاوية ج في مثلث أ ب ج. أنا أرسم مثلث أ ب ج، أدي أ ب ج، أ ب 7 سنتي، أدي ده 7 سنتي، ب ج 3 سنتي، أ ج 5 سنتي، يبقى أنا هاخد الكبير أ ب تربيع يساوي 49. طيب أ ج تربيع يساوي 25، ب ج تربيع يساوي 9، يبقى أ ب تربيع زائد ب ج تربيع يساوي كام؟ 25 زائد 9 يدينا 34، يبقى أ ب تربيع أكبر من أ ب أ ج تربيع، دي أ ج تربيع، أ ج تربيع زائد ب ج تربيع اكبر، الوتر اكبر، يبقى اللي هو ألف ب، يبقى زاوية ج مالها؟ يبقى زاوية ج منفرجة، يبقى زاوية، اذا قياس زاوية ج منفرجة او اكبر من 90، قياس زاوية ج منفرجة او اكبر من 90. بقى بيقول لي أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ، أ د عمودي على ب ج، أ د عمودي على ب ج، ب د 9 سنتي وج د 16 سنتي، ده بيحقق ايه؟ بيحقق اقليدس، سهلة جدا بقى وما فيهاش أي مشاكل. عايز طول أ ب، يبقى أ ب تربيع يساوي ب د في ب ج، يبقى أ ب تربيع ب د ب 9 في
خمسة وعشرين، تسعة وستاشر خمسة وعشرين، يبقى ألف باء جذر التسعة تلاتة، يبقى تلاتة في خمسة يساوي 15 سم. المثال ده اتكرر كتير جدا. طيب جبنا ألف باء، عايز ألف جيم، يبقى ألف جيم تربيع من إقليدس يساوي جيم دال في جيم باء، يبقى ألف جيم تربيع يساوي جيم دال 16 في 25، يبقى ألف جيم يساوي 4 في 5 يعني 20 سنتي. عايز ألف دال، يبقى ألف دال تربيع يساوي باء دال في دال جيم، يبقى ألف دال تربيع يساوي 9 في 16، يبقى ألف دال هيساوي 3 في 4 يساوي 12 سنتي. تمام كده مظبوط. السؤال الخامس بيقول لي المضلع ألف باء جيم دال يشابه المضلع س ص عين لام، قال لي تشابه على طول وأنا مغمض، يبقى أقول له ألف من ما ببصش للرسم، يبقى ألف باء على س ص يساوي باء جيم على ص عين يساوي جيم دال على عين نون يساوي ألف دال على سين نون. تمام، أبدأ أشوف ألف باء 6 سم على سين صاد، سين صاد مش معروف، يبقى أجيبها سين صاد، ما هو عايزها سين صاد، يساوي باء جيم، باء جيم بـ4 على صاد عين، صاد عين مش عايزها، صاد عين يساوي جيم دال، جيم دال بـ9 على دال نون على عين نون، قصدي عين نون، فين عين نون؟ بـ3 مظبوط كده، يبقى بيساوي ألف دال، ألف دال بـ10 على سين نون. ايه اللي معروف عندي ده؟ معروف عندي ده، يبقى على الـ3 فيها الـ1، على الـ3 فيها الـ3 معايا، يبقى ست، يبقى سين صاد، سين صاد هتساوي ايه؟ 6 على الـ3، 6 على الـ3 يساوي 2. طيب صاد عين، صاد عين يساوي 4 على الـ3. طيب سين نون هيساوي 10 على الـ3. بس خلاص خلاص، يبقى اتمنى ان شاء الله يكون استفدت بشكل كبير، وباكد تاني المعطيات والمطلوب والعمل لازم تكتبهم لو في هذه الاشياء. اشوفكم في النموذج الاخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.